سيدنا خطب في اكتوبر وعطى في لاجندا بانه في اخر السنه خاص يكون الدعم المباشر الاجتماعي ونعموه لاكثر من الفئات اللي هو كان غير ديال لي زالوكاسيون فاميليال ديال الابناء ديال الوليدات. شهر ونص من بعد جميع النصوص لا قوانين ولا لي تيكس اليوم يعني تصوتوا عليهم دازوا في الحكومة خرجوا في الجريدة الرسمية وحلينا يعني البورتاي باش الناس بدأت تقيد وفي آخر الشهر إن شاء الله هاد الناس اللي تقيدوا غادي يبدأوا على حسب بياسيو واش عندهم الحق في الاستفادة على حسب يعني القوانين اللي كاينة. إلا كان عندهم الحق في الاستفادة في آخر الشهر إن شاء الله ديال هاد ديسمبر غادي ياخذوا التعويضات ديالهم وحنا في بداية المسار للمستقبل. هذه ثانية.